بسم الله الرحمن الرحيم. وحيث انتهى ما أردناه وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى كف الابتهال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأضواك والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأظهر الوارث المحمدي صاحب الإدلال على البسات العندي وبالسالكين على منهاجه الأنوار والمغترفين ممن هل معارف الأعذب الأصخر أن تمدنا بطيب أنفاسهم وتثني لنا من ثمار غراسهم. يا أيتها الأرواح المقدسة، يا ختم يا كتب يا إمامان يا أوتاد، يا أبدال يا رقباء يا نجباء يا نقباء، يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة، يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعطف، يا أهل الضيفان يا أيها الشخص الجامع، يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة، يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال، يا أهل الفتح يا أهل معارج العلا، يا أهل النفس يا أهل الإبداد يا أهل صلصلة الجرس، يا كتب القاهر يا كتب الرقائق يا كتب سكيت الرفق بابن ساكت العرش، يا أهل الغنى بالله يا كتب الخشية، يا أهل عن التحكيم والزوائد، يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد الست يا ملامتية، يا فقراء يا صوفية، يا عباد يا زهاد، يا رجال الماء يا أفراد، يا أمناء يا قراء، يا أحباب يا أجلاء، يا محدثون يا سمراء، يا ورثة الظالم لنفسه منكم والمقتصد والسابق بالخيرات، أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة، كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات، كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات، كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاد العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الذنون وإزالة الخجب الخياهب وحسن الخواتم العواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب.